أستاذ، إحنا طلبة متقدمين للدراسات العليا على قناة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. قابلنا معالي وزير التعليم العالي وقلنا له أعطينا إشغال وتوسعة مؤجلة، لأن هو يقول أنه الخطة مشغولة وما عندي مجال وكذا، فحتى نقطع الحجز مالته قلنا له أعطينا إشغال وتوسعة مؤجلة. قال أنه صاروا تدللون والطلب قاعد يدرس وهو ما يحتاج لأي دراسة، هو بس يقول إلها يعني بس إذا يكتب نعم، إذا يقول نعم يعني نعم، إذا قال لا يعني لا، ما يحتاج الطلب لا يحتاج لدراسة ولا هذا. بالإضافة إلى أنه هو استثنى الشهداء من شرط النجاح بدون قيد أو شرط، بينما ذوي مبارك عليهم هذا الاستثناء، بس ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم يعني مفروض يستثني ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر، يعني أكثر مما يستثني شهداء، يعني ذوي عندهم أولوية بالاستثناء بالقبول، يعني ذوي باعتبار معاقين خلينا نقول أمراض وكذا. نعم، هي يحتاج التعقيب أخوان. هسه بغض النظر عن الإرهاصات وبغض النظر عن المشاكل، لكن راح نحكي هالمرة باسم الإنسانية، باسم الإنسانية. قانون موجود على العين وعلى الرأس. إيش قد أعدادكم أنتم كلكم من دولة عاقة؟ منو بعد من ذوي الإعاقة ويا الأخ؟ ما جبنا، ما يقدر الوضع ما يسمح له، ما يقدر يجي. يعني الأخوان اللي ذوي الإعاقة، ذوي الإعاقة يجب أن تكون لهم معاملة خاصة، معاملتهم خاصة بكل شيء، بكل شيء، بالفرص العمل، بالتعاون الحكومي، بالتعاون المسؤولين، لأن هو أصلاً أكو قانون دولي، مو قانون يعني عراقي ولا قانون دولة أخرى، قانون دولي مخصص لذوي الإعاقة بمجموعة بنود، بمجموعة فقرات. هذه الفقرات هي تنصف ذوي الإعاقة، ذوي الاحتياجات الخاصة. فالشغلة مهما تكون المناشدة، هي مناشدتهم هي الدراسات، طلب المتقدمين على الدراسات العليا سنة 2023 وسنة 2024. خلنا نشوف اللافتة، بقت فئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة يناشدون دولة رئيس الوزراء محمد شجاع السوداني بالتدخل العاجل لإشغال والتوسعة. مناشدة أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة راح تبقى مطروحة على طاولة دولتك يا رئيس الوزراء. خير وبركة، الكل يتأمل بك خير، الكل يتأمل بك خير، لكن إن شاء الله يتم النظر بهذه المناشدة ومناشدة الأخ، عسى ولعل كلك خير وبركة وتحل هذه المشكلة. خطوة تحسب إلك.